ما انا قلتها اقولها تاني. طيب هقول الاول الدكتور عايزين اعيد الميكانيزم تاني بتاع الفروزيمايد. انا عندي في الاسندنج لمب اوف هينل الثيك اسندنج لمب اوف هينل عندي فيها ميكانيزم فور ري ابسوربشن. ادي اليومينال سايد وادي البلاد سايد. عندي ميكانيزم للري ابسوربشن صوديوم كلورايد اسمها صوديوم بوتاسيوم 2 كلورايد كو ترانسبورتر. خلاص دول كلهم مشوا جوه الخليه. جينا على الاذر سايد من الخليه قال لي انا عندي صوديوم بوتاسيوم اي تي بيس يعني هيرجع لك الصوديوم للدم وعندي كلورايد ترانسبورتر يبقى انا كده رجعت الدم مين؟ صوديوم كلورايد كده عملت له ري ابسوربشن. طيب الحاجه الثانيه ان انا دخلت البوتاسيوم جوه الخليه من ناحيه اليومن وجبته من البلد اهو ادي البوتاسيوم جه من اليورين على الخليه وجه برضه من البلد عشان يتبادل مع الصوديوم كده الانتراسيلولار بوتاسيوم زاد يقوم يحصل له باك ديفيوجن الى اليومينال فلويد. لما يحصل له باك ديفيوجن خلى اليورين بوزيتيفلي تشارج مش اليورين يعني اللي هو اليومينال فلويد. ليه؟ لان هو كان الاول مطلع لي حاجه نيوترال اثنين بوزيتيف مع اثنين نيجاتيف رجع له البوزيتيف يبقى عندي حاجه اسمها بوزيتيف بوتنشال. البوزيتيف بوتنشال ده مهم علشان اليومينال فلويد هيحاول يتخلص منها بس مش هيعرف يرجع البوتاسيوم هيرجع حاجه مكانها اللي هي الكالسيوم اند ماجنيزيوم ودي نورمال ميكانيزم فور كالسيوم اند ماجنيزيوم ري ابسوربشن. طيب ده كل ما لسه ما قلتش الميكانيزم بتاعت اللوب دايوريتكس. اللوب دايوريتكس بتبقى سيكريتد في اليومن. انا عندي اي حاجه عشان تدخل جوه اليومن قدامها سكه من اتنين يا جلوميرولار فلتريشن يا اكتف تيبيولار سيكريشن. بتبقى سكريتد عن طريق اليوريك اسيد ترانسبورتر في البروكسيمال كونفيوليتيولز يوريك اسيد ترانسبورتر هتعملها اكتف سكريشن. خلاص هتوصل هنا تروح تمنع الصوديوم بوتاسيوم 2 كلورايد ترانسبورتر منعته. لما منعته يبقى الصوديوم نزل في اليوريك ومعاه ميه يبقى العيان ممكن يحصل له هايبو ناتريميا ودي هايدريشن او هايبوليميا. كويس والصوديوم اللي نزل ده هيروح في الديستال كونفوليوتد تيبيولز اندر كنترول في التوستيرون يزيد الري ابسوربشن بتاعه بالتبادل مع البوتاسيوم يبقى فيه بوتاسيوم كمان نزل يبقى دي البوتاسيوم كمان نزل في الديستال كونفوليوتد تيبيولز يبقى انا عملت هايبو كاليميا. تمام كده زائد لما البوتاسيوم يحصل له هايبو كاليميا يبدا الصوديوم يتبادل معه هيدروجين بوتاسيوم عفوا هيدروجين ايون اللي هو البروتون هيدروجين ايون. ما احنا بنقول الالتوستيرون بيعمل ري ابسوربشن للصوديوم بالتبادل مع البوتاسيوم او الهيدروجين ايون. طيب عملت هايبوكاليميا هبدا انزل هيدروجين ايون يعني اليورين هيبقى فيه هيدروجين ايون مش دي المشكله. المشكله انه نقص في البلد فيعمل عندي الكالوزس ودي القاعده العامه في الهايبوكاليميا معاها الكالوزس. كويس الكلام تمام خالص. طيب دي كده الميكانيزم بشويه ادفرس افكتس. في اديشنال ميكانيزم ثانيه اللي هي ايه ان الفروزيمايد بيزود الرينال بروستاجلاندين سينثيسس. لما بزود البروستاجلاندين سينثيسس ها بزود الرينال بلاد فلو والجلوميرولار فلتريشن ريت وبالتالي بزود اليورين فورميشن. بيقولوا من الميكانيزم دي حلاوه استعمال اللوب دايوريتكس في الاكيوت رينال فيلير لان انا بحسن الرينال بلاد فلو يبقى بحسن الاكسجينيشن والسبلمنتيشنز اللي رايحه للنفرونز صح. يبقى انا عندي تو ميكانيزمز الاساسيه ان انا بمنع الكو ترانسبورتر ده السكندري ميكانيزم ان انا بزود الرينال بروستا جلاندنز. رجاء يا شباب الدايوريتكس يعني نحاول نذاكرها بقدر الامكان لو عايزين نهدي مراحل شويه بقى نشغل مكيف عشان ما عنديش مانع خصوصا انا يعني عايز اهدي يعني عشان الصوت بره وكده ها اشغل مكيف ايه صراحه مع دايوريتكس ما انا هدي مروحه هدي مروحه شغله كيف هو دي عايزه فوتنج على الفيسبوك هدي مروحه عشان دي مش عشان حاجه ثانيه.
قلت اسباب الجنرالية دي ما عدنا شوية حاجات المرة في النهار دي قلنا لينا زي ايه زي الفروتك سندروم هو سبب الجينة في الفروتك سندروم بكل حاجة تاني قبل لكن بتفضل عند الفلات دي مش هتجيب نتيجة احنا بنديله فروزي مات عشان بس الجينة مش عشان يعالجها بصي انا ما بعالجش اي حاجة من دول انا هدف ان انا انزل الجينة لا 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 انا منعت الميكانيزم ديت وبالتالي منعت البوست بوتنشال وبالتالي منعت الري ابسوربشن انا ما كملتش بس انا قلت للدكتوره الميكانيزم بتاعته كدايوريتك ها الري ابسوربشن اوف كالسيوم اند ماجنيزم بيحصل سيكندري للري ابسوربشن اوف صوديوم كلورايد طب انا لما منعت الري ابسوربشن اوف صوديوم كلورايد همنع الري ابسوربشن اوف كالسيوم اند ماجنيزم ها خلاص بتاع شغال الناس اللي ورا اصلا مش فاهم مش سامع صوته شغال يلا صح صح بقى معايا الديوريتكس عايزه صح صح انا هتنقل للمكان الجديد المكان الجديد اللي هو بتاع الثيازايد ديوريتكس اللي هو نورم اللي بيعمل ري ابسوربشن ل 10% من الفلترد صوديوم 10% لا هي 5 ولا هي ال 20 بتاعت الفروزيمايد راحوا مسميين الثيازايد دايوريتكس مودريت افيكاسي المره اللي كنا بنقول له اسمهم ايه هاي افيكاسي طيب تعالوا ما نشوف بنفس الطريقه ادي الايربي بارت اوف ديستال كونفوليوتد تيبيول ادي الخليه اهي يلا عندي صوديوم كلورايد كو ترانسبورتر مفيش بوتاسيوم مفيش بوتاسيوم يبقى الترانسبورتر ده اختلافه عن بتاع اللوب ان هو ما فيهوش البوتاسيوم خلاص يجي هنا ادي صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز نفس القصه ما فيش مشكله وادي كلورايد ترانسبورتر يبقى النتيجه النهائيه ان انا عملت ري ابسوربشن صوديوم كلورايد تمام بس هي دي النورمال ميكانيزم طيب الثيازايد بتعمل ايه نفس القصه زي ما انا قلت المره اللي فاتت ادي النفرون وادي الاورجانيك اسيد ترانسبورتر اللي بينزل اليوريك اسيد هيجي الثيازايدس وتتنافس مع اليوريك اسيد عشان تبقى سيكريتد جوه اليومن علشان توصل المكان ده هنا كده تيجي الثيازايدس اللي تنافست مع اليوريك اسيد فمنعت السكريشن بتاعه يبقى العين وارد يحصل له هايبر على فكره بقى الثيازايدس تعمل هايبر يوريسيميا اكتر من اللوب دايوريتكس اقولها تاني الثيازايد دايوريتكس تعمل هايبرليسيميا محترمه جدا اكتر من اللوب دايوريتكس طيب ماشي ادي في اليومينال سايد وصل للثيازايد هنا يعمل ايه اهو ما انا اصل دي نفس اللي قلتها مع اللوب دايوريتكس عشان توصل للسايد اكشن في اليومين بتستعمل الاورجانيك اسيد ترانسبورتر فبتتنافس مع الاورجانيك اسيدز اللي زي اليوريك اسيد فبتمنع السكريشن بتاعها فبتعمل هايبر يوريسيميا وممكن جلط طيب وصلت انا المكان ده الثيازايد يعمل ايه يمنع الري ابسوربشن اوف صوديوم كلورايد يمنع الكو ترانسبورتر بتاع الصوديوم كلورايد كده الصوديوم نزل في اليورين يبقى عمل عندي كويس قوي هايبوناتريميا ومعاها ميه يبقى هايو فوليميا ودي هايدريشن اسمعوا بقى الكلمه دي وما تستغربوش يقولوا ان الثيازايد دايوريتكس عندها قدره ان هي تعمل دي هايدريشن او هايبوفوليميا اكتر من اللوب دايوريتكس بالرغم من ان اللوب دايوريتكس بتنزل صوديوم اكتر طب ليه يقولوا بصوا اللوب دايوريتكس اشتغلت على اللوب اوف هنري فكان لسه عندي جزء باقي كويس من النفرون ممكن يعمل ري ابسوربشن للميه لكن الثيازايدس اشتغلت فين في الديستال وبالتالي فرصه ري ابسوربشن الميه ما عادتش كبيره خلاص يبقى تاني قدره اللوب دايوريتكس على فقدان الصوديوم اكتر لكن قدره الثيازايدس على انها تعمل ديهايدريشن اكبر
ليه؟ لان خلاص ما عادش عندي فرص كبيره للري ابسوربشن اوف ووتر بعد ما كانت فيزايد. خلاص انسوها. المهم ان انا قلت هايبو ناتريميا الصوديوم نزل وهايبو فوليميا. طيب نكمل. في جزء من الصوديوم دون هيوصل للسايت اوف اكشن في ارضه ستيرو. يجي الجاك استجلوميرو باريتس يحس ان الصوديوم اللي نازل في اليورين عالي فيقوم يزود الرينال. الرينال يأكتف الانجيو تنزل. الانجيو تنزل وان اللي هيتحول الانجيو تنزل تو اللي يزود الالدوستيرون. يعني اقدر اقول ان الثيازايدس هتعمل زي اللوب ديوريتكس سيكندري هايبر الدوستيرونيز. طب لما زاد الالدوستيرون هيزود الري ابسوربشن اوف صوديوم هيحاول يعوض اللي انا بنزله في اليورين صح؟ يبقى هيزود الري ابسوربشن اوف صوديوم على حساب البوتاسيوم. يبقى الاكسشينج ويت بوتاسيوم بيعمل عندي هايبو كاليميا. يبقى هايبو ناتريميا هايبو فوليميا هايبو. طيب البوتاسيوم نزل ممكن انزل بعد البوتاسيوم هيدروجين ايون بالتبادل مع الصوديوم يبقى يعمل عندي ميتابوليك الكالوز. برافو عليكم. وبالاضافه للهايبريوريسيميا اللي انا قلتها يبقى لي شويه حاجات هايبو وواحده هايبر. هايبو ناتريميا هايبو فوليميا وديهيدريشن هايبو كاليميا ميتابوليك الكالوز. وقلت الهايبريوريسيميا اول واحده. ايه تاني ممكن يحصل عندي كادفرس افكت بالنسبه للكالسيوم؟ حد جاب سيره كالسيوم دي ابسوربشن هنا؟ طيب اسمعوا بقى. قالوا ان الثيازايد دايوريتكس عملت عندي ايه؟ ديهايدريشن صح؟ الديهايدريشن ده بيروح يعمل ريفلكس في البروكسيمال كونفليوتد تيبيولز. الريفلكس ده هيزود الري ابسوربشن اوف ميه وسوليوتس من ضمن السوليوتس الكالسيوم. حد فهم حاجه؟ ميكانيزم عقربه ورخمه ومش واضحه وانا نفسي مش مقتنع بيها. يعني قصدك ان الثيازايتس لما عمل هايبوفوليميا راح خبط على البروكسيمال كونفليوتد تيبيولز وقالت له الحقينا يا بروكسيمال كونفليوتد تيبيولز احنا عندنا ديهايدريشن. فقالت طب يلا ناخد ميه وناخد مع الميه سوليوتس من ضمنها كالسيوم. ميكانيزم غريبه شويه صح؟ طب ايه الميكانيزم الاوقع؟ الميكانيزم الاوقع قالوا ايه؟ انا لما منعت الري ابسوربشن اوف صوديوم نزلته فين؟ في اليورين. يبقى الانترا سيلولار صوديوم نقص. كان من طرق الحصول على الصوديوم جوه الخلايا الري ابسوربشن، كانت بتحتفظ بجزء نفسها منه. فيبقى الانترا سيلولار صوديوم نقص. طب الخليه تجيب منين الصوديوم؟ تجيبه منين؟ تجيبه منين؟ ما عادش عندها سكه. لقيت في سكه مداريه هنا كان اسمها صوديوم كالسيوم اكستشينجر، بنكتبها كده NCX. الظريف بقى ان الصوديوم كالسيوم اكستشينجر دي بتشتغل في الكونسنتريشن جريدينت. يعني تشوف لي مين الناقص وتعوضه، تشوف لي مين الزايد وتوديه في الاتجاه العكسي. يعني ايه؟ يعني هي لقيت هنا الصوديوم ناقص عايزه تجيبه من ناحيه البلد اهو، ادي الصوديوم هيجي كده عشان يعوض الصوديوم الناقص جوه الخليه. طيب الخليه هتقول لها مش بلاش، هتجيب لي صوديوم من الدم يبقى لازم تطلعي مكانه حاجه ثانيه زي الكالسيوم. طب الكالسيوم يجي منين؟ يجي من اليورين. يبقى الثيازايد دايوريتكس منعت الري ابسوربشن اوف صوديوم فنقصت الانترا سيلولر صوديوم. طب الخليه تجيب الصوديوم منين؟ من الدم. تجيبه ازاي؟ بالتبادل مع الكالسيوم بالصوديوم كالسيوم اكستشينجر. طيب دلوقتي الخليه مطلوب منها تودي كالسيوم للدم، طب تجيب منين الكالسيوم؟ من اليورين من اليوبين. يبقى انا كده زودت الري ابسوربشن اوف كالسيوم. ايه؟ مين مش فاهم يرفع ايده عشان اقولها تاني. من غير كسوف اقولها تاني؟ اقولها تاني. انا عندي دلوقتي انا مش بتكلم عن نورمال الميكانيزم في ابسوربشن، انا بتكلم على حاجه الثيازايد عملها. الثيازايد منع الري ابسوربشن اوف صوديوم. فالصوديوم جوه الخليه نقص، الخليه عايز صوديوم، روح الخليه اللي لازم يكون جواها صوديوم. تجيبه منين؟ ما لقيت مش عارفه تجيب من اليورين، هتجيب من البلد. البلد قال لها تاخد صوديوم هترجعيه مكانه حاجه، ايه الحاجه دي؟ كالسيوم. يبقى صوديوم كالسيوم اكستشينجر هيزيد. طب هيجيب الكالسيوم منين؟ من اليورين. يبقى انا زودت الري ابسوربشن اوف كالسيوم. الميكانيزم دي منطقيه ومهندمه ومحترمه وشيك، بتتكلم عن نفسها. ها؟ يبقى انا سكندري للاكشن اوف ثيازايتس زودت الري ابسوربشن اوف كالسيوم. يبقى ممكن يحصل عندي هايبر كالسيميا. يبقى ممكن استعمل الثيازايد دايوريتكس في علاج الاوستيوبوروزيس والهايبو
ايه يا جماعه في ايه؟ واحد عنده هايبوكالسيميا اوستيوبوروزيس تقوم تدي له فايزايد دايوريتك تقول لا يا شيخين في ايه؟ اديله كالسيوم وفيتامين دي، ايه الكلام الغريب ده؟ بجد والله انا مش بهزر على فكره، واحد عنده هايبوكالسيميا تعمله زي ما كانوا عاملين في الكتاب لغايه السنه اللي فاتت، واحد عنده هشاشه عظام نقوم نديله يلا يا عم خد فايزايد دايوريتك، ده ايه الهزار ده؟ هزار تقيل، اوستيوبوروزيس وريكتس ومش عارف ايه، عالجوا مشكله الكالسيوم. طب امال برضه هستعمل الري ابسوربشن كالسيوم دي في ايه؟ في الهايبر كالسي يوريا. لو في ناس فاميليالي، في ناس بيبقوا كده عندهم وراثه زي الفاميليا بالتريمورز ومش عارف ايه وحاجات كتيره فاميليا، في ناس فاميليالي كده بيكون عندهم حاجه انهيرتد بالتوارث، بيكون عندهم هايبر كالسي يوريا وريكارنت فورميشن اوف كالسيوم ستونز. محدش يجي يقول لي بقى يوريتس، لا كالسيوم ستونز. الناس دي عندها مشكله في الاكسكريشن اوف ريابسوربشن بتاع الكالسيوم، الريابسوربشن بتاع الكالسيوم عندهم مش شغال كويس، يعني بيفقدوا كالسيوم كتير في اليوريا. مش مشكلته انه هياخد كالسيوم كتير، مشكلته بالنسبه لي انه هيعمل حصوات كتير. طب نعالجها ازاي؟ ندي حاجه ترجع الكالسيوم للدم. يبقى الاستعمال الحقيقي للثايزايد دايوريتكس على الكالسيوم مش الهايبوكالسيميا، هايبوكالسيميا ادوله كالسيوم ماشي. العلاج او الحاجه اللي انا هستعمل فيها الثايزايد دايوريتكس الهايبر كالسيوريا ايديوباثيك فاميليال هايبر كالسيوريا، خلاص. يبقى كادفرس افكت تعمل عندي هايبر كالسيميا، كادفرس افكت تعمل هايبر كالسيميا لانها بتزود الري ابسوربشن، لكن كاستعمال هستعملها عشان تمنع الهايبر كالسيوريا. ها متلخبطين ولا ماشيه كويس؟ كويس خالص. طيب جم على الثايزايد دايوريتكس وقالوا لها يا ثايزايد دايوريتكس انت ليكي حته ثانيه بتشتغلي فيها؟ قالت اه خدوا بالكم انتوا فاهمين دي غلط خالص، ده انا الاساس عندي ان انا فازو دايليتور. انتوا يا جماعه مضيعين حقي، انا اساسا قبل ما اعمل دايوريسيس بالجرعات القليله بشتغل كفازو دايليتور. ياه فازو دايليتور؟ قالت اه والله ده انا بشتغل كدايركت فازو دايليتور. ازاي يا ست فايزايد؟ قالت انا بروح اعمل اوبننج للبوتاسيوم شانلز في البلاد فيسلز وبالتالي هعمل هايبر فولاريزيشن فاعمل فازو. يبقى فايزايدس قبل ما تفقد ملح وميه بتعملي فازو ريتيشن. لذلك اول استعمال عندي في الفايزايد دايوريتكس هايبرتنشن، على عكس اللوب. انا قلت اللوب دايوريتكس هاي افيكاسي دايوريتكس، يبقى اول استعمال قديم. لكن الثايزايد دايوريتكس اول حاجه اقولها فيها فازو دايلاتيشن، يبقى اول استعمال هايبر تنشن. لذلك الثايزايد دايوريتكس من الفيرست لاين دراجز اوف تريتمنت اوف هايبر تنشن. لما زمان قلت لكم ان الهايبر تنشن بقى بيتعالج فيرست تايم بايه؟ سي دي، شالوا البي بقت اي سي دي. فين الدي دي؟ الدايوريتكس. مين من الدايوريتكس؟ الثايزايد دايوريتكس. هناخدها ان شاء الله في الهايبر تنشن، هي فيرست لاين تريتمنت في الهايبر تنشن. طيب يبقى الثايزايد دايوريتكس ها مش مستعمل في علاج الهايبر تنشن. طب رقم اثنين، ممكن في حالات القديمه زي كذا وكذا وكذا، بس مش هتبقى بنفس قوه اللوب خلاص. طيب ماشي، وايه تاني؟ ها والهايبر كالسيوري. يعني كده ثلاث استعمالات، يبقى هايبر تنشن وقديمه وهايبر كالسيوري. ميه بس مش ملح. انا مشكلتي في القديمه ملح على فكره، عشان ما تبيش فاهم الموضوع غلط. مشكلتي في القديمه الملح اكتر، لما تخلصي من الملح الملح مش هيدخل جوه الخلايا وبالتالي مش هيشد ورا ميه. الاساس ليا يا شباب في القديمه مش ان انا عايز اخلص من الميه، الاساس ليا في القديمه ان انا انقص نسبه الصوديوم في الدم. انتوا عارفين الصوديوم بيزيد في الدم لما احنا بناكل الملح كتير، بيزيد في الدم. هيهرب فين؟ يا اليوريا يدخل في التشوز، دخل في التشوز بيشد وراه ميه خلاص. انا اصلا لو خلصت من الصوديوم ونزلته القديمه اللي بتحصل تشرب ايه؟ ممكن الميكانيزم بتاع الفوز سهله قوي. احنا الثايزايد دايوريتكس بتروح على سموث مصر وتعمل اوبننج للبوتاسيوم تشانلز. البوتاسيوم تشانلز دي بتعمل افلكس ولا انفلكس؟ افلكس. بوتاسيوم افلكس، البوتاسيوم يطلع بره كتير فيعمل هايبر بولاريزيشن. هايبر بولاريزيشن والهايبر بولاريزيشن هيعمل فازو دايلاتيشن. تمام كده؟ يبقى الاستعمالات ايه؟ هايبر تنشن ممكن في القديمه لكن اللوب دايلاتكس اقوى. ها رقم ثلاثه ايديوباثيك هايبر كالسيوريا. رقم اربعه، رقم اربعه دايابيتس انسبيدس. دايابيتس انسبيدس ايه ده؟ ده واحد عنده دايابيتس واليوريا بينزل يورين كتير، اديله ثيازايد؟ عنده دايابيتس انسبيدس.
انسيلس مش ميليتس مش ميليتس ايه سيبكم الكتاب ها استعمله ولا استعملوش يا دكتور بوليوريا اديله ثيازيد دايوريتك يعمل عندي بوليوريا اكتر بصوا بقى انا عيان الدايبيتس انسيبلس انا مش هعالجه بالثيازيد دايوريتك مبدئيا نراجع مع بعض دايبيتس انسيبلس عن فيها نوعين سنترال وبريفرال السنترال نتيجه نقص انتي دايوريتك هرمون علاجه ايه نديله اندايوريتك هرمون من بره طب النوع الثاني اللي هو النيفروجينيك مشكلته الاندايوريتك هرمون موجود بس مش عارف يشتغل يعني مهما كان الاندايوريتك هرمون موجود الكبني مش عارف تعمل ريابسوربشن للميه طب اجبرها تعمل ريابسوربشن للميه ازاي قال لك تحسسيها ان في دي هايدريشن طب بصوا كده انا هكمل رسمه النفرون دي اشوفكم من قصه الثيازيد مش هتبص انا هكمل رسمه النفرون انا الانتيدايوريتك هرمون بيشتغل فين في الكوليكتنج تبيولز حاجه بقى بعد ما تخلص النفرون كمان كوليكتنج تبيولز ده سايد اوف اكشن اوف انتيدايوريتك هرمون وده بيعمل ري ابسوربشن للميه تمام طيب ايه رايكم لما اديله ثيازيد دايوريتك مش احنا اتفقنا ثيازيد دايوريتك بيعمل هايبوناتريما وهايبو فوليميا الهايبوفوليميا دي هيحس بيها النفرون فيقوم يحاول يتغلب عليها بانه يزود الووتر ري ابسوربشن في اكتر من مكان كل الاماكن اللي هيزود فيها الووتر ري ابسوربشن بتكون قبل السايت اوف اكشن اوف انتي دايركت هرمون يعني كاني بطلع لساني للانتي دايركت هرمون واقول له انا مستغني عنك انا زودت الري ابسوربشن قبل السايت اوف اكشن بتاعك طب هل انا كده صلحت البوليوريا بالكامل لا القصه نسبيه واحد كان بيجيب 10 لتر في المليون في اليوم خليته بيجيب 5 لتر كده بالنسبه للعيان اتحسن ولا ما اتحسنش لكن بالنسبه للناس النورمال لا زال عنده بوليوريا خلاص يبقى انا لما بدي ثيازيد دايوريتك ده استعمال بارادوكس يعني ايه بارادوكس يعني عكس المتوقع ان انا استعمل دايوريتك في عيان عنده دايوريسس ده عكس المتوقع ده بارادوكسيكال يوز لكني بستعمله علشان اعمل ريفلكس انكريز في الري ابسوربشن اوف ووتر اندبندنت على الانتي دايوريتك هرمون يعني مش محتاج الانتي دايوريتك هرمون ها شباب خلاص كده يعني هو بيقول الاندرويد هرمون انا مش محتاجك هو مش بيصلح المشكله هو بيصلحها نسبيا العيان كان بيجيب كميه كبيره من اليورين بقى بيجيب كميه اقل خلاص ايه الاستعمالات هم اللي قلتهم دول الاستعمالات تاني هايبر تنشن ده اول حاجه رقم 2 ايديوباثيك هايبر كالسيوريا رقم 3 ايديما رقم 4 نيفروجينيك دايابيتس انسيبلس ها نيفروجينيك دايابيتس انسيبلس بيصلحها ازاي عن طريق ان هو عمل ديهايدريشن شعور بالديهايدريشن او الهايبوفوليميا ها ده بيحفز النفرون كله انه في اي مكان يحاول يرجع لي ميه اي مكان يقدر يرجع ميه بيرجع ميه منه زي البروكسيمال كونفوليوتد تريولز يبقى هو بيقلل كميه الووتر فلو اللي رايحه للكوليكتنج تريولز اللي محتاجه مين الانتي دايوريتك هرمون يبقى هو بيزود الري ابسوربشن بروكسيمالي قبل ما توصلي السايت اوف اكشن اوف انتي دايوريتك هرمون يعني بيحاول بقدر الامكان يستغنى عن الانتي دايوريتك هرمون لا 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 انا بعمل شعور اخر انا بعمل شعور اخر عن طريق ان بفقد السوليوتس كمان بصي مين يقدر يعمل سيميشن النفرون اكتر بيحاول يرجع الميه الثيازيد على فكره مش الاندرويد هرمون ليه لان الثيازيد بينزل صوديوم كمان ده هيعطي شعور بالهايبوفوليميا اكتر من انك تفقد ميه بس خلاص هو انا لما بيجي لي عيان عنده هايبوفوليميا بعلق له محلول ميه ينفع؟ ميه مقطره ومتعقمه وكلها ينفع؟ هموته هدخله بريق ايديما وبتاع اللي يصلح الهايبوفوليميا على الاقل ان انا اديله ايزوتونيك سلايد صح؟ يبقى اللي يحسسني بالديهايدريشن اكتر نقص السوليوتس كمان فده هيحفز النفرون انه يحاول يعمل ايه ابسوربشن الميه بروكسيمالي بص هو مش انت وصلت لك الديهايدريشن يعني مش هخلي عندي هايدريتد عشان ازود مش عارف ايه لا دي كلمه نسبيه يعني انا لما الاقي النفرون بص على مستوى النفرون بص على مستوى البني ادم انا مش عندي هايدريشن في البني ادم
بص على مستوى النفرون، هو النفرون ليه نفسه بيفقد ايه؟ صوديوم وميه، صوديوم وميه، تمام؟ الصوديوم على فكره عامل مهم جدا. هيروح يحفز البروكسيمال بارتس ان تحاول ترجع الميه والصوديوم. بس انا استفدت ان هو رجع ايه؟ الميه. فقللت الاحتياج للانتي دايوريتك هرمون. القصه كلها نسبيه، لما انا فقدت ميه واملاح راح البروكسيمال بارتس من النفرون حاولت ترجع لي الميه ومعها الصوديوم، ماشي؟ طيب لسه في كمان اثنين ادفرس افكتس ونبقى خلصنا تقريبا. احنا عندنا لا ثلاثه، احنا عندنا احنا قلنا ايه؟ هايبو ناتريميا وهايبو فوليميا وهايبو كاليميا وميتابوليك الكالوز برافو، هايبر يوريسيميا وهايبر كالسيميا، كويس قوي. وهايبر جلايسيميا، على فكره مصطلح هايبر جلايسيميا ده مصطلح قديم قوي وحش ما بحبوش. ليه؟ هو صح ان انا اقول ايه؟ اقول جلوكوز انتوليرانس. ايه هايبر جلايسيميا دي؟ جلوكوز انتوليرانس اوقع، يعني ايه جلوكوز انتوليرانس؟ يعني المفروض ان الجلوكوز لما يزيد في الدم الجسم يتخلص منه، يبقى الانسولين يزيد ويدخله جوه الخلايا ونستعمله ونخزنه والقصص دي كلها. جلوكوز انتوليرانس لفظ شيك بيدل على ان العين مش قادر يتحكم في نسبه الجلوكوز في الدم. يعني تقصد طول دايابيتس؟ يعني الثيازايد دايوريتكس ممكن تزود البلاد ليفل اوف جلوكوز في الناس اللي عندها دايابيتس او الناس اللي ممكن يجيلهم دايابيتس. ليه؟ اوبننج للبوتاسيوم تشانل فين؟ في البنكرياس، في البيتا ايلت سيلز. يبقى زي ما راح عامل اوبننج في البلاد فيسلز وعمل فاسوليتيشن، هيروح يعمل اوبننج للبوتاسيوم تشانلز في البيتا ايلت سيلز. اي خليه هعمل فيها هايبربولاريزيشن، يعني هعمل فيها انهبيشن. لما يعمل الحركه دي في البيتا ايلت سيلز يعني هيمنع الانسولين سكريشن. فعيان اصلا مش عارف يتحكم في الجلوكوز، عين دايابيتك، يبقى هيزيد البلاد جلوكوز. قولوها هايبر جلايسيميا، قولوها جلوكوز انتوليرانس، قولوها زي ما تقولوها. في اللوب دايوريتكس قلت مش بتحصل قوي، لكن لو حصلت هتحصل نتيجه الهايبوكاليميا. وقلت لكم الكلمه اللي بتقول ان البوتاسيوم از اسينشال فور انسولين اكشن، لان الانسولين بيجي يشتغل على الخلايا بيدخل مع الجلوكوز بوتاسيوم. الانسولين بيجي يشتغل بيدخل مع الجلوكوز بوتاسيوم، فلو عندي هايبوكاليميا الانسولين مش هيعرف يشتغل كويس. هنا عندي التو فاكتورز موجودين، الهايبوكاليميا والاوبننج للبوتاسيوم تشانلز. طب تعالوا نفكر بالراحه، انا احنا كدكاتره، هل انا بدي العيان الدايوريتك واسيبه يدخل في هايبوكاليميا؟ مش مسموح، مش كويس، مش صح. يعني اذا طول ما انا بعالج العيان صح المفروض ما يحصلش جلوكوز انتوليرانس مع مين؟ مع اللوب دايوريتكس. لكن لو جيت في الثيازايد ده افكت ما اقدرش اتخلى عنه. الثيازايدس بطبيعتها من غير ما تعمل هايبوكاليميا ولا حاجه بتروح تفتح البوتاسيوم تشانلز في البيتا ايلت سيلز. يعني اقصد اقول ان لو اللوب دايوريتكس عملت هايبر جلايسيميا مش هتعملها الا بعد ما تعمل هايبو كاليميا، وده افكت مش هيوضح قوي. لو العيان ما عندوش هايبو كاليميا مش هتبان. لا قصدي هو مش ليه مش تظهر ليه؟ بصي، انت فاكره ان العيان اللي بياخد انسولين من بره ده ما عندوش ولا نقطه انسولين في جسمه؟ لا، في ناس بتاخد 20 وحده، وفي ناس تاخد 40 وحده، وفي ناس تاخد 60 وحده، وفي ناس تاخد 100 وحده. ايه الفرق بينهم؟ قدره البيتا ايلت سيلز اللي عنده. يعني البيتا ايلت سيلز كده كده شغاله معايا، يعني كده كده الثيازايدز ممكن تمنع الانسولين سكريشن. ما تخدوش فيها قوي لغايه ما ناخد دايابيتس، عشان ما تدهوش، مش وقت دايابيتس خالص. افهموها سوبرفيشال كده، انا عندي الثيازايدز تعمل اكتر من اللوب. حتى هما في الكتاب مش كاتبين في اللوب دايوريتكس الهايبر جلايسيميا دي، بس انا ذكرتها لان في ناس بتقولها. شكلي بلعب في الكتاب، انا مش واخد بالي. طيب مش واخد بالك، نزل سكت مش موجود. انا شكلي بقى بسرح في مراجعه، حط حاجات ربنا يسترها عليا. الانسولين عشان يشتغل على الخليه في فاكتور، الانسولين عشان يشتغل على الخليه بيدخل مع الجلوكوز بوتاسيوم. فالعيان لو عنده هايبوكاليميا بقى له مده الانسولين مش هيشتغل 100% عشان التشانل، فساعتها هتلاقي بلاد جلوكوز بدا يزيد. تمام، مش عشان التشانل ولا حاجه، عشان هو الانسولين طبيعه شغله بيحتاج بوتاسيوم معاه يدخله، فمش هيشتغل كويس. دي كده الميكانيزم لو الهايبوكاليميا هي السبب. سيبيك من الهايبوكاليميا خالص، انا عندي الثيازايدز ليها اكشن مباشر زي الفاز دريت افكت بالظبط. بتعمل ايه؟ اوبننج للبوتاسيوم شانلز وبتمنع ريليز اوف ان سولين. اسمعوا الكلمه اللي هقولها ديت، عندنا دواء مش مكتوب في الكتاب، مش دلوقتي، مش في الثيازايد، موجود ان شاء الله في عنوان اسمه دايركت فازو دايليتورز. هو مش موجود في الكتاب بس بيتسال ازاي، ما اعرفش، ماليش دعوه. هو مش موجود في الكتاب، انا همله لكم واحفظه لكم. الدواء ده اسمه مش تقول دلوقتي، اسمه دايازوكسايد.
لما نيجي نقول الدايزوكسايد نغمته ماشيه زي الثيازايد، فعلا هو الكيميكال استراكشر بتاعه ريليتد بالثيازايد. بيعمل فوزيليشن ازاي؟ اوبننج للبوتاسيوم شانلز، يعني زي الثيازايد بس مش بيعمل دايوريسيس. حلو، يعني هو زي الثيازايد كفازو، وعلى البيتا ايليت سيلز زي الثيازايد بيروح يمنع الانسولين. تعرفوا بيستعملوه في ايه؟ في الانسولينوما، الناس اللي عندهم تيومر بيطلع ومش عارفين يعملوا لهم عمليه ويشيلوا التيومر، بيروح مدين لهم دايازوكسايد علشان يمنع الانسولين سكريشن. الدنيا دخلت في بعضها؟ لا، هي الدنيا تربطت في بعضها مش دخلت في بعضها. يبقى عندي الثيازايدز بتمنع ريليز اوف انسولين، فممكن تعمل جلوكوز انتوليرنس. ابلكيشن للحته دي ان ممكن استعمل دواء اسمه دايازوكسايد شبه الثيازايد، بيمنع ريليز اوف انسولين. خلاص. طيب ايه بقى الادفنس التاني غير الهايبرجليسيميا؟ بيقولوا ها ان الثيازايد دايوريتكس تعمل، ومحدش يسالني ليه، تعمل هيباتيك انكفالوباثي اكتر من اللوب دايوريتكس. هيباتيك انكفالوباثي، هيباتيك كوما، غيبوبه كبد. لذلك لو هصحصح شويه وانا بدي العيان بتاعي لوب دايوريتكس والعيان بتاعي سيروتك، اصحصح خالص؟ بل مش هصحصح خالص، لا، ده ممنوع ان انا ادي الثيازايد دايوريتكس في عيانين الليفر سيروس. يبقى مين يعمل هيباتيك انكفالوباثي اكتر وكنت عندي كده اكتر في الليفر سيروسس؟ الثيازايدز. اخر حاجه الرجي وكروس الرجي مع السلفونامايدز. يا دكتور الحته دي انت قلتها في الفروزيماي برضه، هما زي، يبقى الثيازايد دايوريتكس هايبو ناتريميا وهايبو فوليميا وهايبو كاليميا والكا لوزس وهايبر كالسيميا وهايبر يوريسيميا وهايبر جلايسيميا. ها، والاخيره اللي انا قلتها ايه؟ الرجي وكروس الرجي. انا حاسس ان انا نسيت واحده، وهباتك انكفالوباثي. خلاص كده؟ في واحده كمان ايه؟ ديسليبيديميا. ديسليبيديميا زي البيتا بلوكرز بتزود عندي ال ال دي ال كوليسترول، بتزود الكوليسترول عندي، يعني بتزود فرصه الاثيروسكليروزس. ده تاني دواء من ادويه الضغط للاسف الشديد ممكن يزود لي الاثيروسكليروزس. طيب يا شباب، في عندي دواء اخير كده مع المجموعه ديت وخلاص، اللي باقي سهل، يعني اللي باقي في الدوريت السهل. دواء اسمه اندابامايد. اللي يهمني بالاندابامايد ده انه بيشتغل كدايوريتك زي الثيازايد. يعني ايه؟ يعني بيمنع الصوديوم كلورايد ترانسبورتر اللي موجود في الديستال كونفوليوتد تيوبز زي الثيازايد، لكنه بيعمل فازو دايلاتيشن بميكانيزم مختلفه، اللي هي ايه؟ بيقفل الكالسيوم تشانلز. يعني هو بيعمل الاكشنز بتاعت الثيازايد بس الميكانيزم بتاعه في الفازو دايلاتيشن مختلفه، بيقفل الكالسيوم تشانل. ها، واضحه؟ تمام. ده كده الاندابامايد. لا 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 لا، عشان تيجي كلمه لايف ثيازايد، ما واحد جاي يفاجئني بالكلمه دي النهارده. لا لا لا، هو زي الثيازايد از دايوريتك، لكن از فازو دايليتور النتيجه واحده، مش هيعمل فازو دايليتيشن بس الثيازايد اوبننج للبوتاسيوم شانل والاندوبامايند اكتيفيت بلوكينج للكالسيوم شانل. حد عارف عين بياخد ناتريليكس؟ ناتريليكس، ناتريليكس اس ار، ناتريليكس اس ار هو الاندوبامايند ده سستيند ريليز بريبريشن، عشان يديني يتاخد كام مره في اليوم؟ اللي تعرفين ياخده كام مره؟ اثنين ولا بياخده مره واحده على الريق؟ طيب خلاص. لا لا، انا اللي رخم وبقولها علشان ببقى اتمنى ان في واحد بس يبقى عارفها، ساعتها بتحسوا كده ان انتوا ايه؟ عايشين في الدنيا. في الصيدليه دي بعدين ان شاء الله تيجي تشتغلي بتلاقي نفسك شغاله في حته صغننه فيها مثلا 20 دواء بتاع 50 دواء، دكتور البطنه بقى هو اللي ربنا يكون في عونه، وبعدين شركات الادويه هتساعدك وهيرشوكي وطلعوكي مؤتمرات فهيحفظوك، هيحفظوكي ماشي؟ هو لا بيحفظوش، انا قلت هم بيموتوا، هم مش عارفين. لا ده استني بقى، مش هايبر تنشن، عندي 100 حاجه، ده انا عندي على الاقل انا هوصل لك على السبوره 10 حاجات ما فيهمش الكروزيمان. خلاص يا شباب،
لله لله. ما حدش ياخد علمه من الشارع ولا من الروشتات. انا واحد من الناس بقول الكلام ده. كلنا ممكن نغلط، سيبك من الغلط المؤقت، لا في ناس عندها غلط بيرمننت. اللي هو ايه الغلط البيرمننت؟ كسلنا نتعلم، كسلنا نبقى شطار، كسلنا نقدر، كسلنا كل حاجه. اهم حاجه درجات درجات درجات، يلا نحفظ يلا نحفظ. طلعنا في الاخر علمنا من اللي اكبر مننا، خصوصا ان كام واحد فينا هيحاول يسعى ياخد الزماله البريطانيه ولا اليوزم بتاعه الامريكان ولا حتى البورد العربي ولا حتى الزماله المصريه. كام واحد فينا هيسعى الكلام ده؟ امتحانات الماجستير والدبلومات اسوأ من السوق نفسه، مفيش حاجه ايفالويت. كلنا برضه بنرجع نحفظ ونقعد نصوم من الكلام وندخل الامتحان. تاخي داخل الدور رقم كام؟ الدور رقم 6 يا بي والله، وعايز انجح وعيالي وكبرت لسه بيعملوني ايه في المستشفى. يصعب عليه وبعدين يقوم جاي منجحه. ما احنا ده الترند اللي ماشي عندنا، ماشي يلا ننجح. نجحناكم طلبه ونجحناكم بوست جرادويت، في الاخر ما عنديش دكتور. هو ده اللي مش عارف حاجه ده. معلش انا مش بشتم فيه، ده كتير قوي على فكره. اللي مش عارف حاجه ده بيكتب روشتات وبيعالج نفسه ازاي من الاكبر منه. هو راح عين نايب جونيور او امتياز الاول، نايب جونيور، خد نايب جونيور، قعد مع الاكبر منه، شافه بيكتب في التذكره تك 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 تك. ده انا ان شاء الله همشي في المنهج، هجيب لكم لغايه الانتي بايوتكس والاخطاء اللي بتتعمل فيها لا تغتفر في اي مكان في العالم اصلا. يعني احنا ورا العالم بمليون سنه مش 100 سنه. فاخطاء لا تغتفر، ما فيهاش هزار. اللي بيكتب دي مش عارف حاجه خالص، مش عارف حاجه خالص بقى، مش عارف. ومنهم ناس شطاره جدا بس ما ليش حد يعلمه دي. هو كل القصه كل اكبر منه يلا يكتب الكلفران وسيبه تاكسي يلا كلفران. انا وانا امتياز ياما كتبته لغايه ما عرفت بعد كده غلط ده. ليه انا كتبته امتياز كده؟ عشان كل اللي اكبر مني في البطن بيكتبوه، والعيال كل عيني داخلين العيان بيكتب لهم الكومبينيشن دوت علشان بروفيلكتيك اجينست الانفكشن. كلنا كنا بنكتبه ورا بعض. يبقى كلنا اتعلمنا بايه؟ بالوراثه. الطب ما فيهوش وراثه. الطب فيه النهارده كلامه بكره المقلوب بتاعه. اللي هو منين بقى بنعرفه؟ منين؟ من العلم. منين بقى؟ زي ما انت بتحضري كده، زي ما انت بتعملي كده، وزي ما انت بتذاكري. وتذاكري من حاجات تراستد. حتى لو ورق مكتوب بس تبقى تراستد. يبقى انت عارفه انت زي العلم الشرعي كده، احنا لما بنيجي ناخد علم شرعي من حد بناخد ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما من كتاب وانا واثق منه كويس، يا اما من عالم اساله سؤال ويرد عليا وانا واثق فيه ان هو بيخاف ربنا. وصلت؟ لكن ما اخدش الكلام من روشته الدكتور. انتوا تعرفوا شركات الادويه، معلش انا طلعت بره الموضوع خالص، شركات الادويه بيلعبوا على الحته دي قوي. ان هم احنا مثلا انا بموت في الدكتور خالد هدوب مثلا، انا بحبه جدا، بس في الاخر الجايدنس بالنسبه لي علمه. مش بحبه عشان هو يعني بيحبني واحنا اصحابه بنطلع نشرب سوا وبتاع، لا بحبه عشان علمه. طيب انا الدكتور خالد لقيته مثلا، مثلا بلاش دكتور خالد عشان ما اقولش قصه شركه الادويه، لان هو راجل محترم يعني اكتر كده. اسم علي قوي، والاسم العالي ده احنا نعرف انه الناس على فكره مش طول اي حاجه خالص، بس اسامي كبيره قوي والله العظيم قدام عينيا، وهقولها لكم في الريسبيراتوري ان شاء الله. كاتب كل دواء انهيليشن وسيستميك، انهيليشن وسيستميك، انهيليشن وسيستميك، حوالي ثلاث اصناف. في الاخر واحد حبيبي جدا جاي لي بيعمل كده بيترعش، ايه ده يا ابني في ايه؟ ده هو التاني حكم عليه ان هو برونكيال الم، هو اصلا مش برونكيال الم، هو لا قرب منها ولا يعرف في حته، لدرجه انه يقول له انت عندك حد في العيله عنده برونكيال الم؟ قال له لا. قال لا عندك انت مش عارف. والله العظيم اسم كبير ومسك سنوات رئيس قسم الصدر الشيست سنوات. شركات الادويه بتعمل ايه مع واحد زي ده؟ بيروحوا يعملوا له كل اللي نفسه فيه، رحلات اوروبا وساحل شمالي، ويعملوا لابتوبات هدايا. احنا بيجي لنا العينات بنفرح بيها، ايه وقلم وقلم مكتوب عليه اسم الشركه، فبنفرح بيها ونروح نديها هديه لاصحابنا وبتاع ومش عارف ايه. لا دول عندهم اجهزه كهربائيه في البيت، وبيسافروا اوروبا وفسح وامريكا ومؤتمرات، ويقول لك الاستاذ الدكتور فلان فلاني سافر الى الخارج اجازه الاسبوع عشان في مؤتمر في امريكا. انتوا عارفين في امريكا بيروح يعمل ايه؟ بيروح ينام في الفندق. قليل الناس، طبعا في ناس محترمه بس قليله قوي، قليله قوي عشان انتوا عارفين، قليله قوي قوي كمان. اغلب الناس دي بتروح تتفسح وتهيص وتمرح، ويجي في الاخر الاستاذ الدكتور عاده بالسلامه من الخارج، يلا يا جماعه اللي كانوا حاجزين ثلاث شهور فين؟ الشركات تعمل كده مع الناس ديت ليه؟ علشان اللي زيي وزيكم بيحطوا راسهم تحت رجليهم ونكتب روشتات زيهم. هو انا هبقى زيه؟ ما احنا الجايدنس بتاعنا مش ان ده شاطر ولا خايب، الجايدنس بتاعي ان عنده حجوزات في العياده لمده شهرين قدام، صح؟ رجاء رجاء الجايدنس في الطب لينا لله، ده اللي هنتحاسب عليه. كلمه اخيره، دكتور كان نائب اشعه نائب نبطشي، نائب بايب نبطشي، وقال لي كلمه واحده قبل ما ادخل الكليه دي خالص، قال لي يا ابني لو انت داخل الكليه عشان فلوس روح روح بيتكم. مفيش فلوس في الدنيا هتعوضك الا لو انت بقيت انسان بتغش نفسك. انت بتتعب في المهنه ديت، لو مش بتتعب لله هتلاقي نفسك طول عمرك قرفان من نفسك. لا عارف تنام كويس، ولا عارف تعيش كويس، ولا عارف تاكل كويس، ولا عارف تقعد مع عيالك كويس، مذاكره في شغل في مش عارف ايه ويجري. خصوصا في بلدنا ان الواحد فينا عشان يجيب انكم كويس بمهنته عشان يحافظ على برستيجه محتاج يشتغل مربطوط.
فلو رحت فينا مش هيعمل الله لا يروح يروح بصراحه بكرامته يعني. فهو اللي انت بتعمليه ده دكتور ان احنا بنتعب وبنذاكر وبنسال. يلا شويه موتيفيشن كده على السريع. الدواء اللي عليه الدور خلاص انا في الدايريتكس اطمنت عليكم، انتوا اللي هتقولوا بعد كده. عندي مجموعه اسمها بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس. نرسم الرسمه الميمونه بتاعتنا. يلا ادي الديستال بارت او الليت بارت اوف ديستال كونفوليوتد تيبيول اهو. جميل. المكان ده مين اللي بيشتغل عليه؟ الالدوستيرون. الري ابسوربشن اوف صوديوم هنا معتمد على الالدوستيرون. طب الالدوستيرون ده ايه؟ ده ستيرويد زيه زي الاندروجين، زيه زي الاستروجين، زيه زي الكورتيكوسترويد. يعني من الاخر ده ستيرويد هرمون. اه ستيرويد هرمون يعني بيشتغل على انتراسيلولر ريسبتور. مش فاكرين انتوا انواع الريسبتورز؟ ليجند جينز ايون شانل جي بروتين كابلت مش عارف ايه تايروزين كاينيز كابلت ايه، وبعدين في الاخر انتراسيلولر اللي من ضمن الهرمون ريسبتور. يبقى لي عندي الريسبتور في الالدوستيرون اهو، ادي الريسبتور اهو. يجي لي الالدوستيرون لايبو فيليك، ادي الالدوستيرون اهو لايبو فيليك داخل جوه الخليه، راح ماسك معه الريسبتور عمل له اكتيفيشن. يلا هيلا بيلا نروح داخلين على النيوكليوس، يدخلوا جوه يعملوا لي ريجوليشن اوف جين ترانسكريبشن. اللي هو ايه جين ترانسكريبشن؟ اصنع ميسنجر ار ان اي، والميسنجر ار ان اي يترجم الى بروتين. البروتين عندي في الحاله دي عباره عن صوديوم شانل، دي اللي هتعمل ري ابسوربشن للصوديوم. طب والصوديوم هيطلع مكانه ايه؟ بوتاسيوم. الله، هما مش كانوا بيقولوا اكستشينجر؟ كلمه اكستشينجر دي غلط. احنا بنقول انا برجع الصوديوم ان اكستشينج ويز، لكن انا ما عنديش ترانسبورت طريق الاثنين مكان بعض. شانلز في الاخر ايه؟ الصوديوم ازود السنسز اوف صوديوم شانلز يرجع جوه الخلايا، والبوتاسيوم يطلع من الشانلز اخرى. هو ده الصوديوم بوتاسيوم اكستشينج اللي انا بقول عليه. ما هوش ترانسبورت في الاخر ولا حاجه. طيب يبقى الالدوستيرون كان هدفه يزود السنسز اوف شانلز. الدايوريتكس اللي بتشتغل في المكان ده على نوعين، اما ان انا امنع الاكشن اوف الدو ستيرون، يا اما ان انا اقفل الصوديوم شانل اجلها من اليومينال سايد كده واقفل الصوديوم شانل. تمام تمام. طيب النوعين دول هيفرقوا عن بعض في حاجه؟ اه هيفرقوا. ايه؟ بصوا كده، انا دلوقتي لو اشتغلت على الالدو ستيرون ريسبتور ها هروح امنع السنسز اوف نيو شانلز، صح كده؟ يبقى همنع تصنيع شانلز جديده، يعني ان شاء الله الدايوريتك افكت هيتاخر لي يوم ولا اتنين على ما الاوريدي فورمد شانلز تتكسر. ما دي شانلز بروتين بتتكسر، بيحصل لها رينيوال كل شويه، صح كده؟ يبقى اذا الاكشن اوف الدوستيرون انتاجونست مش هيظهر الا ديليد. ليه؟ على ما يحصل ديجريديشن اوف ذا اوريدي فورمد شانلز. لكن لو جيت على المجموعه الثانيه اللي بتقفل التشانلز مباشره الانست بتاعها يظهر في ساعتها. خلاص؟ يبقى ده اول فرق بين الاثنين. وان كانوا الاثنين في الاخر لو افيكاسي. لو افيكاسي ليه؟ لان اصلا الصوديوم اللي انا برجعه هنا 5% بس ولا اقل حتى من التوتال صوديوم. يعني في الاخر هو له افيكاسي. يعني كده او كده سواء هقفل الالدوستيرون ريسبتور او هقفل التشانل كده او كده انا نوت افيلبل فور ايمرجنسي، مش هينفع معايا في الايمرجنسي، ده ضعيف. زياده عليه بيزيد ان الالدوستيرون انتاجونست ديليد اونست، ديليد اونست لانه يمنع السنسز اوف نيو شانلز. طيب تعالوا كده بالراحه ركزوا معايا، ايه رايكم لو انا قلت عيان عنده هارت فيلير يعني كارديك اوت بوت قليل؟ والله ما طيب تهتوا؟ انا قلت بصحصحكم عشان الناعس يصحى كده اروح طالع بره كده وبعدين ها. هارت فيلير يعني الكارديك اوت بوت قليل، يعني الرينال بلاد فلو يعني الجاك استجلمير ابريتس هيزود الرينال اللي هيزود الانش تنزن 2 اللي هيزود كويس قوي. يعني من ضمن الميكانيزمز اللي بتعمل عندي سولت اند ووتر ريتنشن في الهارت فيلير ان الالدوستيرون زاد. طيب يعني انا في الهارت فيلير يا دكتور قصدك ان انا ممكن استعمل البوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس؟ اه مع انها ضعيفه، ما انا مش هستعملها لوحدها، انا هستعملها مع لوب دايوريتك. هقول الكلام ده دلوقتي، بس سؤال مهم خالص. عيان هارت فيلير وعايز استعمل له بوتاسيوم سبيرنج
دايوريتك اختاره استعمله سبايرونولاكتون اللي بيقفل الريسبتور ولا استعمله اميلورايد اللي بيقفل التشانل والاثنين في الاخر زي بعض يعني الاثنين في الاخر يشتغلوا على الكدني زي بعض بالظبط استعمل مين ليه لا 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 طب هما الاثنين هيعملوا هايبركليم هما الاثنين هيعملوا هايبركليميك ادفرس الاثنين بصي الاثنين على الكدني زي بعض بالظبط الالدوستيرون له اكشن تاني على الهارت مباشره في ريسبتورز في الهارت ايه ده الالدوستيرون في الهارت اه بيعمل ايه في الهارت بيزود البروليفريشن اوف فايبرستيشن في الهارت فايبرستيشن اه يعني هيعمل ايه هيعمل ويكنج في العضله ويعمل ريمودلنج وهارت فيلر يعني الالدوستيرون في اللذينه اللي بيزيد في الهارت فيلر ده مع الوقت بيضعف لي عضله القلب ويعمل ريمودلنج اه باللذينه بيعمل ريمودلنج يبقى اذا لو انا اديت الدوستيرون ريسبتور انتاجونست هيفيدني كدايوريتك وهيفيدني ككارديو بروتكتيف لذلك السؤال تاني لو عندي عيان هارت فيلر وعايز اديله بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك مع اللوب دايوريتك اديله ايه سبايرونولاكتون احسن من الاميلورايد اشمعنى اصل السبايرونولاكتون هيديني اديشنال كارديو بروتكتيف افكت حد فاهم ريمودلنج اللي هو تشينج في السايز اند شيب اوف ذا هارت وده بيعمل بروجريشن في الهارت فيلر حد مش فاهم اقولها تاني ما انا قلت الالدوستيرون ريسبتور موجود في الكدني وموجود في الهارت كمان لو انت استعملت حاجه بتقفل الصوديوم شانل يبقى انت اشتغلت على الكدني بس ها لو انت اشتغلت حاجه تقفل الصوديوم شانل من غير الريسبتور يبقى انت اشتغلت على الشانل بس اشتغلت على الكدني بس عملت دايوريسيس بس تمام لكن لو قفلت الريسبتور هتعملي دايوريسيس وتعملي كارديو بروتكشن كمان ها ايه اللي مش واضح على القلب لا مش بنفس الميكانيزم دي قصه تانية خالص اه بروتين سينثيسيس البروتين ده بيكون في صوره كونكتيف تيشو ما فهمتي يعني انا مشكلتي ان الالدوستيرون ريسبتور فوجئت انه في الهارت بيعمل في الهارت بيزود سينثيسيس اوف بروتين ايه البروتين ده فايبرس تيشو كونكتيف تيشو بيزود البروفيشن بتاع خلايا عموما يعني مش مجرد ان هو شويه فايبرس شويه فايبرز وبتاع لا ده بيعمل فايبرس تيشو بيزود بروليفريشن اوف فايبرس تيشو من ضمن مش بعاكم بقول من ضمن الادويه اللي كارديو بروتكتيف بتحافظ لي على عمر القلب الالدوستيرون انتاجونست لذلك مره اخرى لو انا عندي عين هارت فيلر وعايز استعمل بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك يستحسن او مش يستحسن المفروض ان انا استعمل سبايرونولاكتون اللي بيقفل الريسبتور افضل من اني استعمل هو الريسبتور ده نفس الريسبتور من القلب امال ايه هو الالدوستيرون ريسبتور اه ماشي هو ما انا عمال اجنب فيه ولازم يكون هو طيب مش كده طيب ايش ده سبايرونولاكتون سبايرونولاكتون اهو سبايرونو لاكتون عينه زايده قال لك انا سترويد هروح اقفل اذر سترويد ريسبتورز والفالح ما نشنش الا على الاندروجين ريسبتور راح قفل هو كمان يبقى في الميلز هيعمل عندي دايكو ماسكين في ناس قالت ايه طب خلاص نستعمل اميلورايد في واحد رد عليهم قال لهم يا جماعه ما هو الاميلورايد اللي بيقفل الشانل مش كارديو بروتكتيف احنا عايزين حاجه تقفل الريسبتور وما تعملش جاي لكم ماسكين راحوا مطلعين واحد مور سيلكتيف على الالدوستيرون ريسبتور بس من غير ما يقفل الاندروجين ريسبتور اسمه ايه اهو ابلي ابلي الله هو ابلي رينون لو مش لقيتوه مكتوب في الدايوريتكس هتلاقوه مكتوب في الهارت فيلر مكتوب طيب ابلي رينون اهو ابلي بحالي يبقى سبايرونولاكتون مين الافضل منه ابلي رينون بيقفل الريسبتور وداوت بلوكينج الاندروجين ريسبتور طيب يبقى عندي رقم واحد في الادفرس افكتس ان السبايرونولاكتون هيعمل جانيكو ماسكيا طب وايه الادفرس افكتس الاخرى هايبر كاليميا ها اهو بوتاسيوم سبيرنج هايبر هايبر كاليميا طب هايبر كاليميا معايا ايه انا منعت بيئه ابسوربشن اوف اهو منعت الاكسكريشن عفوا الاكسكريشن اوف بوتاسيوم ومعاها يعني برضو انا عندي البوتاسيوم بينزل بدل عفوا الهيدروجين ايون بينزل بدل البوتاسيوم يبقى برضو لو انا منعت الصوديوم همنع الهيدروجين ايون اكسكريشن يعني حبسته فين
في الدم، زي ما انا زودت البوتاسيوم في الدم هزود الهيدروجين. ايوه يعني عملت هايبركاليميا، يبقى القاعده العامه ان الهايبركاليميا عاده اسوشيتد ويز اسيدوسيس. طيب استعمالاتهم ايه؟ بصوا يا شباب، مبدئيا لو انا عايز اقول السبايرون ولاكتون والابنرينون، استعمالهم الرئيسي في ايه؟ في الهايبر الدوستيرونيز، في الهايبر الدوستيرونيز، سواء برايمري او سيكندري. طب تعالوا ناخد البرايمري الاول. ايه البرايمري ده؟ الادرينال جلاند اتجننت وحصلها هايبربليزيا او في ادينوما او في كارسينوما وبتطلع عندي الدوستيرون كتير. العيان اللي عنده هايبر الدوستيرونيز ده بيجي لي ايه؟ بهايبر تنشن وهايبوكاليميا. ده عيان الهايبر تنشن اللي مسموح لي فعليا اعالجه في سبايرونولاكتون بس. ايه اللي انا بقوله ده؟ عادة في الهايبر تنشن السبايرونولاكتون نوت افكتيف الو. ليه؟ لان ويك ضعيف. يعني واحد عنده هايبر تنشن سبايرونولاكتون ما بيستعملش في الهايبر تنشن، امال بستعمله ليه؟ عشان احطه مع الثيازين او مع النون عشان يحسن الاكشن ويمنع الهايبوكاليم. اقول تاني، عادة استعمالنا للبوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس في الهايبر تنشن مش لوحده نوت الون، ومكتوبه فرانكلي عندكم الحته دي بالذات في الهايبر تنشن، ها نوت يوزد الون ان هايبر تنشن. امال بيستعمل في ايه؟ علشان يحسن الاكشن اوف لوب انثازايد دايركتس ويمنع الهايبو كليم. لكن ها يزود، حاجه جميله، ما احنا عايزين كده. لا 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 هايبو كليم ازاي؟ فوليميا؟ لا لا ولا سفير ولا حاجه. لا 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 مش هيحصل حاجه جميله ولا حاجه يا شباب. هو دايما احنا بيحصل لنا واحنا طلبه دايما بيحصل لنا عقده ان كل الايفكتس بتهيئ لنا كده قدامنا وعمال يتبهدل مننا. يعني طول ما انا عمال اعد ادفرس ايفكتس، احنا بنقول ادفرس ايفكت دي دوز ديبندنت، دوز ديبندنت. وانا بدي يعني بصي لحظه حاجه، لحظه ان اللوب ديوريتكس في الاول بتشتغل بكامل قوتها، بعد شويه بيبدا الاكشن بتاعها يقل. ليه؟ عشان الالدوستيرون زاد. فانت لما تروحي تقفلي الاكشن في الالدوستيرون، ها يبقى انت رجعت اكشن انت كنت بتحصلي عليه اصلا في الاول، مش جبت حاجه ما كانتش موجوده. فاهمه قصدي ولا مش فاهمه؟ طيب ما تحاولوش بقى تشغلوا دماغكم، خلاص انتوا فاهمين اصلا السؤال مش سؤالكم. يا لازم تظبطوا الموضوع. نعم الكلام ده ما تظبطش ليه؟ اه قوي قوي قوي. يا ناس مش على لاسكس وزي الفل ومتظبطه، مجرد بس اقول له كل طماطم كويس وكل موز وكل فاكهه وسلطه الخضار ده اساسي بالنسبه لك بيظبط البوتاسيوم. انا خايف من عينه مش هياكل ومش هيشرب كويس، اروح كاتب له فوار بوتاسيوم زي الفل. اورز ما هو انا دكتور، سمي الحكيم وحكيما لذلك، سمي الطبيب وحكيما عشان كده. عشان انت لازم بص هقول لك حاجه، في ادفرس افكتس بتحصل مع الثيرابيوتك دوز العاديه ودي مش كتير. يعني الادفرس افكتس اللي كده كده بتحصل مش كتير، ودي غالبا بتكون حاجه كومبنسيتد. يعني مثلا بقول لك جي اي تي اريتيشن كتير قوي من الادويه. يعني هقول لك حاجه، عيان السكر ماشي على حاجات زي السيلوفاج والجلوكوفاج وبتاع والكلام ده، الحاجات دي اول اسبوعين في عيانين بيرفضوا الدواء علشان اول اسبوعين دول يعني هيعيش عمره بيه. اول اسبوعين يجي له جي اي تي ابسيت ونفسه غم عليه ومش عاوز ياكل وضياريه، بعد اسبوعين بيروح الافكت ده وبيعيش على الدواء ده سنين بعد كده. ففي ادفرس افكتس اي كانوت افويد، ماشي انا معاك، بس حاجات كان بيته ليت يعني يقدر يستحملها. ده سؤالك؟ اه انت اصلا مفيش حاجه بتحصل ازاي بس ماشي، ما ده كويس. بصي مش احنا من زمان قلنا ان في فرق بين التوكسيك دوز وبين الثيرابيوتيك دوز؟ يظهر بقى لما يحصل دراج انتراكشن، يحصل لما يديله اوفر دوز، يحصل لما يكون عنده ديزيز مش مستحمل الدواء ده، زي ما نقول في الايس انهبيتورز لو عنده بايلاتيرال رينال ارتري ستروز يدخل من الاكوتينال فيلير هيظهر اللي خف من العفريت بيطلع. طيب ها يبقى تاني اقول انا اول استعمال انا شكلي رجيت في حكايه هايبر الدوستيرونيز. بص استعمال الادويه دي اساسي في علاج الهايبر الدوستيرونيز، والهايبر الدوستيرونيز يا اما برايمري يا اما سكندري. برايمري يعني الادرينال الجلاند اللي بتطلعه كتير كويس خالص. طب السكندري مين اللي يعمل سكندري هايبر الدوستيرونيز؟ انا لسه قايل الهارت فيليا صح، ولسه من شويه قايل استعمال اللوب انثيازايد دايوريتكس والليفر سيروزس. يبقى تاني الهارت فيليير عامل هايبر الدوستيرونيزم علشان نقص لينا البلد فلو صح. طب ولوب والثيازايد دايوريتكس عشان نزلوا صوديوم كتير فعملوا ريفلكس انكريز في الالدوستيرون. طب
ابو الليفر سيروزيس لان الالدوستيرون ميتابولايزد في الليفر. صح؟ الالدوستيرون ميتابولايزد في الليفر. فمن ضمن اسباب القديمه في الناس اللي عندها ليفر سيروزيس بالنار، الناس اللي عندها ليفر سيروزيس ان مش قادرين يعملوا ميتابوليزم للالدوستيرون فيعمل سولت اند ووتر ريتينشن. يبقى اوقع حال في عيان عنده قديمه، عيان سيروزيس وعنده قديمه، اوقع ديوريتيك ادهوله ايه؟ اللوب هتعمل هايبوكاليميا، ولو ما لحقتيش يعني لو انت ما خدتيش بالك من هايبوكاليميا انت في اكفلوبك، والثيازايتس هتعمل اكفلوبك ايه يعني. بصي قبل ما تعمل هايبوكاليميا ده مش من ضمن اسباب الايديما في العيان السيروتيك ان هو سيبوكم من الهايبو ادويه ماشي، هو عنده نقص في الادويه لكن كمان عنده هايبر الدو ستيرونيزم. يبقى اول ديوريتيك افكر فيه في العيانين اللي عندهم سيروزس سبيرونولاكتون او الابيوريمون، تمام كده؟ عشان يعني انتاجونيز الاكشن في الدوستيرون ما جابش نتيجه ازود عليه لوب ديوريتك. اسمعوا الناس اللي بتاخد لازيلاكتون، ايه اللازيلاكتون ده؟ لازكس والدكتون اللي هو سبايرونو لاكتون، بياخدوا لازكس اللي هو الفروزيمايت هيعمل هايبوكاليميا. مين اللي هيعمل الهايبوكاليميا؟ سبايرونو لاكتون. يلا نلخص بقى الكلمتين بتوع اليوزس. برايمري هايبر الدوستيرونيزم زي حاجه اسمها كونز سندروم او مش عارف ايه الحاجات بتاعت الادرينال دي. رقم 2 سيكندري هايبر الدوستيرونيزم زي ايه؟ ان كونجوجيشن مع اللوب انتيزايد ديوريتكس. بنتسال سؤال اكسبلين واي ات از فيفربل، ات از فيفربل تو يوز سبايرونو لاكتون وذ فروزيماين او وذ لوب ديوريتكس هيه تو افويد الهايبوكاليميا. ده رقم 1. رقم 2 سينرجستيك افكت. مين اللي كانت لسه بتقول لي انه هيزود الاكسكريشن؟ ها لسه في حد بيقول هيزود هيعمل سينرجستيك افكت. مش احنا المره اللي فاتت كنا بنقول ان في اسباب للوب دايركت ريفراكتورينس؟ اللوب دايركت مش شغاله، مش شغاله ليه؟ ها جزء من الاسباب كان نتيجه ان حصل اكسس ري ابسوربشن في الديستال كونفوليوتد تبيولز هنا، صح؟ اللوب دايوريتكس نزلت صوديوم كتير، الصوديوم الكتير ده اتعوض كله بالهايبر الدوستيرونيزم. يبقى انا ممكن امنع الريفراكتورينس ديت باني اضيف على الدواء بوتاسيوم سبيرنج دايوريتك. يبقى انا بستعمل بوتاسيوم سبيرنج دايوريتكس مع اللوب دايوريتكس علشان حاجتين، رقم 1 تو افويد الهايبوكاليميا، رقم 2 سينرجستيك افكت هيحسن له الدايوريتك افكت، سينرجستيك افكت. رقم 3 الكارديو بروتكتيف اكشن بتاع سبايرونو لاكتون انتيجنز. السؤال تاني اكسبلين واي ات از فيفربل او ادفايزابل تو كومباين سبايرونو لاكتون وذ فروزيمايد او ممكن اشيل فروزيمايد واحط ثيازايد. يوم الاربعاء بقى يوم صعب خالص، الساعه 9 مجازين والساعه 11 السكشن اللي انا كنت بدخله والساعه بس ان شاء الله خلاص الاسبوع الجاي مش هيبقى عندي حاجه 11 يعني هبقى كويس وهبقى فايق. طيب كده انا خلصت البوتاسيوم سبيرنج دايركتس، بقي لي بالظبط ان شاء الله ان شاء الله 10 دقائق او ربع ساعه واخلص الدايركتس. ركزوا بس معايا يا شباب، بصوا عارفين انتوا اللمبه لما بتكون خلاص هتطفي بتروح فجه في الاخر كده، انا عايزكم قبل ما تطفوا كده تفجوا كده دلوقتي، يعني بص عايزكم تصحوا عشان الحته اللي جايه دي سهله جدا 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 لو اتفهمت، صعبه جدا جدا لو حاولنا نذاكرها مع نفسنا. مين ده؟ ده اللي انا اجلته اللي هو بيشتغل في البروكسيمال كونفوليوتد تبيولز. صح صح بصوا 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 بروكسيمال convoluted tubules. يا شباب انا عارف ان الدايوريتكس برضه لازال فيها تركات رخمه، يعني انا اكسبتنج ان عادي في ناس في حاجات فوت منها ان شاء الله هخلص حالا بدري واللي عنده سؤال هجاوبه. بروكسيمال convoluted tubules انا قلت لكم المره اللي فاتت ان انا عندي في البروكسيمال convoluted tubules تو ميكانيزمز للري ابسوربشن. نورمالي 60% من الصوديوم كلورايد بيبقى ري ابسوربد فين؟ في البروكسيمال convoluted tubules. لكن للاسف ما عندناش دايوريتك بيعرف يشتغل على 60% دول.
لغايه اللحظه اللي اتكلمت فيها ديت مفيش ضروره تطلع يشتغل على دي. ويقولوا يا رب نلاقي حاجه زي كده ساعتها هتقول للازكس انت ما عندش هاي افيكاسي، انت بقيت مودريت افيكاسي. لكن ما عنديش حاجه، امال ايه؟ اروح على السكند ميكانيزم. السكند ميكانيزم دي مسؤوله عن الري ابسوربشن اوف صوديوم باي كربونيت، ودي نسبه الصوديوم فيها 5% بس من الفلتر بصوديوم. طيب اهم كلمه عندي لو انا عايز اختصر واروق دماغي ولا نفهم ولا نعمل، ان اللي مسؤول عن الري ابسوربشن اوف صوديوم باي كربونيت هو الكربونيك انهيدريز. لو انا منعته يبقى همنع الري ابسوربشن اوف صوديوم باي كربونيت، يبقى الباي كربونيت نزل في اليورين، يبقى اليورين بقى الكلاين. ماشي؟ طيب وكده انا فقدت الباي كربونيت من الدم، فالدم هيحصل فيه اسيدوزس. ده كده لو انا عايز اختصر كل الكلام، بس هيفوتني حاجات كتير. تعالوا بقى اما ناخد سبيسيفيك ميكانيزم. عندي هنا ادي الكربونيك انهيدريز انزيم موجود فين؟ على اليومينال بوردر بتاع الخليه. انزيم اهو لازق في اليومين، ده مش جوه الخليه. ليه مين عنده هنا؟ ادي الصوديوم وادي الباي كربونيت. لو تفتكروا انا كان عندي الكربونيك انهيدريز ده بيشتغل باي دايركشنال في الاتجاهين. لو لقي هيدروجين ايون مع الباي كربونيت يعني كربونيك اسيد هيحوله لايه؟ لكربون دايوكسيد وميه. ولو لقي العكس الكربون دايوكسيد كتير هيحوله مع الميه الى باي كربونيت. طيب انا عندي مين اللي في اليورين اكتر؟ الباي كربونيت. الباي كربونيت ماشي مع الصوديوم، لقيوا ترانسبورتر هنا بياخد الصوديوم يدخله جوه الخليه ويجيب له مكانه هيدروجين ايون. يبقى انا اول حاجه عندي اهو عملت ري ابسوربشن لمين؟ وطلعت مكانه هيدروجين اللي لقي الباي كربونيت. هما الاثنين في وجود الكربونيك انهيدريز هيتحولوا لايه؟ كربون دايوكسيد وميه، الميه نص خلاص. طب الكربون دايوكسيد ده جاز، جاز يعني لايبو فيلك يعني هيدخل جوه الخليه بسهوله. يبقى الكربون دايوكسيد دخل جوه الخليه في وجود ميه في السيتوبلازم، ونسخه اخرى من الكربونيك انهيدريز موجوده هنا سيتوبلازمك. يبقى يبقى الكربونيك انهيدريز موجود نسختين منه، نسخه على السيل ممبر ونسخه سيتوبلازمك. النسخه السيتوبلازمك فيها مين اكتر؟ الكربون دايوكسيد. راح محولاه الى ها اتش سي او 3 زائد هيدروجين ايون، والهيدروجين ايون يرجع تاني يقعد يلف في الدايره. طيب انا كده لقيت عندي مين؟ الباي كربونيت اهو جوه الخليه، وادي الصوديوم جوه الخليه. الباي كربونيت هيلاقي ترانسبورتر يطلعه للدم، والصوديوم كما هو معتاد هيلاقي صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز زي اي خليه، زي الكاردياك سيل والنيورونال سيل، زي اي خليه في الدنيا موجود عليها صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. يبقى تاني انا دخلت الصوديوم بالتبادل مع الهيدروجين ايون، الصوديوم رجع للدم بالصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، خلصنا من الصوديوم كده رجع للدم. طب الباي كربونيت مع الهيدروجين ايون هيتحول الى كربون دايوكسيد و ميه اندر كنترول اوف كربونيك انهيدريز. الكربون دايوكسيد هيدخل جوه الخليه يلاقي النسخه الاخرى من الكربونيك يحوله الى باي، الباي كربونيت يلاقي ترانسبورتر يطلعه على البلد. يبقى انا كده عملت ري ابسوربشن للصوديوم باي كربونيت. طب تعالوا بقى لما ندي دواء اسمه اسيتازولامايد، مين الاسيتازولامايد؟ كربونيك انهيدريز انهبيتورز. هيشتغل منين؟ من الليومينال سايت. يبقى زيه زي الفروزي مايد وزيه زي الثايا سايت. عشان يشتغلوا من اليومينال سايت محتاجين اكتف سكريشن، يعني هيتنافس مع اليوريك اسيد يعني يعمل هايبر يوريسيميا. نفس القصه في الثلاثه اسيتازولامايد وفروزيمايد وثايازايد، واوحشهم الثايازايد. خلاص؟ طيب ماشي، وصلنا لغايه دلوقتي. جه من عند اليومينال سايت ادي الاسيتازولامايد منع الكربونيك انهيدريز اللي بره ده منع، يبقى منع دي ابسوربشن اوف باي كربونيت وبالتالي اوف صوديوم. يبقى انا كده منعت دي ابسوربشن اوف صوديوم باي كربونيت، يبقى الصوديوم نزل في اليورين. لا ده الصوديوم لسه قدام مسافه، ده انت لسه في البروكسيمال كونفيوتد تبيولز، ان شاء الله الصوديوم ده مش هيفوت. الصوديوم ده مش هقدر اقول في الادفيرس افكتس هايبولاتريني، اولا لانه لو افكاسي ويك 5% مش حاجه صح،
هو انا قلت هايبو ناتريميا مع اسبرون لاكتون؟ لا، الحاجات اللي هي لو افكتس ما تعملش هايبو ناتريميا، يبقى مش هقول هايبو ناتريميا، خصوصا ان الصوديوم ده هيروح يتبادل في الديستال كونفوليوتد بيولز مع البوتاسيوم. تمام. طب بصوا على المقلب ده، هو فقد البايكربونات في اليورين صح؟ يعني البلاط بقى فيه هيدروجين ايون عالي، مش العيان عنده اسيدوزس؟ جاله اسيدوزس صح؟ صح؟ طيب الهيدروجين ايون عالي، طب الصوديوم اللي راح للديستال كونفوليوتد تبيولز ده كان عايز يتبادل معه او مع الهيدروجين؟ يا مرحب ده انت مزودهولي. انتوا فاهمين حاجه؟ بصوا الكربونيك انهيدريز انهيبيتور نزل الصوديوم كتير في اليورين، وجاله قال له عند الديستال كونفوليوتد خد 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 ده انا مزود لك البوتاسيوم اهو تعالى بدل معايا. ايه اللي هو عمله ده؟ ضحك على نفسه. ده عمل سيلف ليميتنج ايفكت. يعني ايه؟ شويه الصوديوم اللي نزلهم راح وفر لهم بوتاسيوم، عفوا راح وفر لهم هيدروجين ايون عشان يتبدلوا مع بعض. هو كده في دايوريسيس؟ مفيش دايوريسيس فعلا. 3 4 ايام هنلاقي العيان ما عادش عنده دايوريسيس. شويه الصوديوم اللي كانوا بينزلوا كلهم بيو كومبنسيتد وكلهم بيو ري ابسوربد بايه؟ بالاسيدوزس اللي حصل. يبقى اول كلمه بقولها في الاسيتازولاميد او الكربونيك انهيدريز انهيبيتورز ان ليهم سيلف ليميتنج دايوريسيس. ليه؟ لان شويه الصوديوم اللي كانوا هينزلوا انا وفرت لهم هيدروجين ايون بالاسيدوزس اللي انا عملتها. عملت اسيدوزس ازاي؟ اللي نزلت البايكربونات في اليورين، يبقى انا وفرت له هيدروجين ايون فور اكستشينج، يبقى كاني ما عملتش حاجه. يبقى اول حاجه اهو انا اجلت الكربونيك انهيدريز انهيبيتورز لانهم عاده نوت يوزد از دايوريتكس. اصلا ليه نوت يوزد از دايوريتكس؟ لانه سيلف ليميتد دايوريتكس، منع نفسه بنفسه. ده عبيط يمشي ورا بقيه الدايوريتكس يقول العبيط اهو ضحك على نفسه. زود حاجه من هبله، زود حاجه تزود الري ابسوربشن اوف صوديوم ديستالي. خلاص قلنا فيها كتير. طيب يبقى اليورين بقى الكلاين والدم بقى اسيدوتيك. اسمعوا، الصوديوم اللي وصل ديستالي ده تبادل مع مين؟ وايه تاني غير الهيدروجين ايون؟ يعني العيان ممكن يحصل له هايبو كاريميا واسيدوزس. ده بقى اكسبشن للقاعده. القاعده بتقول هايبو كاريميا معاها الكالوزس، هنا بقى اكسبشن للقاعده، ممكن يحصل عندي هايبو كاريميا ومعاها اسيدوزس. ده اكسبشن للقاعده بتاعتي. حد زعلان من الكلام ده؟ الكلام واضح؟ اخر حته اللي هي بتاعت هايبو كاريميا صح؟ انا عندي الصوديوم اللي وصل ديستالي، الأولوية لمين في التبادل؟ للبوتاسيوم، فعمل هايبو كاليميا، لكن الدواء نفسه عامل أسيدوزس. مهما أنت نزلت من الهيدروجين أيون مش الضرب غالب عليها، يعني هيدا إنه عنده أسيدوزس. القاعدة بتقول إن الهايبو كاليميا معاها الكالوزس، نقص الهيدروجين أيون مع نقص البوتاسيوم. إلا في بعض الحالات اللي هي زي دي. طيب، يبقى الدم فيه أسيدوزس واليورين الكالاين. الألكالاين يورين بيحفز البريسيبيتيشن اوف كالسيوم اند فوسفيت كريستالز، يعني ممكن يعمل عندي ستونز. هو اي نعم بيدوب اليوريت ستونز، بس مش دي القصه. لو واحد عنده شويه كالسيوم، مش معانا كلنا بقى عندنا شويه كالسيوم في اليود ماشي، ممكن يعمل له بريسيبيتيشن ويعمل له كالسيوم اوكسيليت او كالسيوم فوسفيت. تمام، يبدا يحصل له ستون فورميشن. يبقى هكتب في الادفيرس افكتس ايه؟ سيلف ليميتد دايوريسيس، ميتابوليك اسي دوزس، وهايبو كاليميا، والكالاين يورين يعمل لي بريسبتيشن اوف كالسيوم ستونز، والرجي وكروس الرجي مع السلفونا ماينس وهايبر يوريسيميا. انتوا فاكريني حافظ؟ والله ما حافظ حاجه. انا بقف وانا بكلمكم كده نفرم مرسوم جوه دماغي وعمال اتخيل الكلام. يبقى تاني سيلف ليميتد دايوريسيس، هايبو كاليميا والعكس اسيدوزس، عكس القاعده. ها هايبر يوريسيميا، الرجي وكروس الرجي مع السلفونا مايلز، بريسبتيشن اوف كالسيوم ستونز. طب تعالوا بنستعمل الاسيتازولاميد ده نستعمله في ايه؟ قالوا لي لو سمحت اطلع بره ليله الكدني دي عشان تعرف تطلع استعمالات. الكربونيك انهيدريز انزيم موجود فين تاني؟ قالوا موجود في الاي، ومسؤول عن السكريشن او سينثيز اوف ايكيوس. يبقى ممكن استعمله عشان امنع الايكوس سينثيز في الاوبن انجل او النار انجل جلوكوما. فجيت الناس قالت ايه؟ يا نهارك ابيض ده انت قاسي قوي، علشان تعالج الجلوكوما تقوم تديني اسيتازولاميد ويعمل لي اكلان يورين وستونز واسدوزس وهيبكليميا
على فكره الدايوريسيس بيقف لكن الادفيرس افكتس بتدناها. تعمل الكلام ده كله، قال لهم خلاص انا نبيه انا مصحصح، هديكوا الاسيتازولامايد نقط. واحد راح جاي مديله على قفاه كده وقال له اصحى الاسيتازولامايد نوت ابزورب توبيكالي، هيبقى زيه زي الميه. راح مصحصح وراح بيطلع لهم دواء تاني اسمه دور للخلف، دور زولامايد، دور زولامايد توبيكالي في الاي. يبقى الاسيتازولامايد لو عايزين نديه، على فكره في دكاتره عيون قبل العمليات قبل ما يدخل عين عمليه من غير جلوكوما ولا حاجه، عيان عنده عمليه، فبيكون علشان السوتشرز بتاعت العمليه وكده بالذات في عمليه الميه البيضاء بيفتحوا من جنب الكورنيا سنه صغننه خالص كده تمام، فبيكون هدفهم ينقص ضغط العين شويه قبل العمليه. ده بيدوله اسيتازولامايد اورالي قبل العمليه بكام يوم صح، بس هو الاحسن زي ما انا بقول لكم كده نديله ايه توبيكال. يبقى الاسيتازولامايد هيقوم لي بالدور بس هيعمل ادفيرس افكتس خلاص. طيب حد شاف الدايموكس؟ ايه دايموكس؟ لا لا دايموكس استنى 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 بس بس انا هطلع جاي ايه دايموكس ده اكيد اسمها ده ايه ده ايه ده ضاع ضاع من دليل ضاع من دليل كان عندي في البيت والله هو هو الاسيتازولامايد. ما علينا اصل انا دايما بقول لحد شاف على اساس ممكن يكون حد شاف في البيت عنده. طيب ما علينا ما علينا، الاسيتازولامايد دور زولامايد ده في الجلوكوما صح؟ طيب وكنا حتى بنستعمله في الاكيوت اتاكس وفي نارو انجل جلوكوما. طيب بلاش ديت، موجود فين تاني الكربونيك انهيدريز؟ فين؟ المعده. لا 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 في الاير؟ لا في الثيرد فنتركل. احنا عندنا ثيرد فنتركل اه والله فورث كمان فين؟ في البرين صح؟ مسؤول عن السنسز اوف سي اس اف، يبقى انا ممكن استعمله عشان ينقص. طيب عارفين بيستعملوه في ايه؟ هيدرو لا 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 الهيدرو دي وبتاع دي بيدوا لهم هيدرو كيفلس وبتاع بيعملوا لهم شنط بيركبوا لهم حاجه تحول الماسور. لا 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 بص 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 في حاجه اسمها بصوا اسمعوا مني الكلمتين دول اكيوت ماونتن سيكنس اللي هي شرحنا في فيسيولوجي تحت عنوان هاي التيتيود اكليمتايزيشن اوف هاي التيتيود. ساعتها رايس السلام عليكم ازيك يا باشا قدامي ها ها سمعت فاكرين الاكليمتايزيشن فور هاي التيتيود؟ يا باهي ده في شويه علوم كده في فيسيولوجي بتجيب لي كادر ساعتها والله العظيم انا نفسي بتنكد مع اني فهمتها بعد كده بس بتنكد لما بفتكرها بفتكر الايام اللي هي استغفر الله مش الايام يعني اللي كان بيحصل فينا. بصوا بيقولوا ان احنا ممكن نستعمل الاسيده بس 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 وعايزكم تردوا عليا بيستعملوا الاسيتازولامايد علشان الناس اللي بيجي لها هاي التيتيود او ماونتن سيكنس. ايه اللي بيحصل في الناس اللي بيجي لهم ماونتن سيكنس؟ اه ماشي ايه اللي بيحصل لهم بقى؟ بيطلع فوق ضغط الهواء قليل والاكسجين قليل فبيحصل له هايبوكسيا وينهب ويجي له صداع وممكن بالمونري ايديما عشان ضغط الهواء قليل تمام؟ طيب ايه دخل الاسيتازولامايد بالهاي التيتيود؟ بيعمل اكتالوزيس في اليورين. برافو عليك. بصوا اللي مكتوب عندكم في الكتاب انه بينقص السي اس اف فورميشن فبينقص الانتراكرينيال تنشن. الانتراكرينيال تنشن ايه دخله في القصه؟ الصح في الموضوع مشكلة العيان اللي طالع فوق الهايبوكسيا. بداية المصايب كلها بالهايبوكسيا دي. تمام؟ طب ايه رأيكم بصالح الهايبوكسيا ازاي؟ أقول له انهج بس مش هيقدر ينهج بإرادته كتير. انهج دقيقتين ثلاثة وهيقف. طب ايه رأيكم أخليه من جواه الريسبيراتوري سنتر اللي يجبره إنه ينهج أكتر حتى من الهايبوكسيا كمان. أعمل إيه؟ أعمل له أسيدوزيس. يبقى التفسير المريح للضمير علشان ما نقعدش نتعب ولا نذاكر اللي هو ان انا بنقص السي اس اف فورميشن، ايه دخلها مش عارف. ده مكتوب عندكم صح؟ طيب ماشي، امال التفسير الصح ايه؟ التفسير الصح انه بيعمل اسيدوزس، انا مش هديهوله بعد ما يطلع الجبل. هجهزه قبل ما يطلع. حصل له اسيدوزس. عارفين؟ روحوا اتفرجوا على عيان رينال فيلير لسه ما غسلش، واتفرجوا على منظره. اير هانجري، العيان بياكل الهواء اكل. مش تاكبني يا لا ده اير هانجر يعني لو انا قدامه بيكون اوبشن هياكل. هو العيان كده اللي عنده اسيدوزس لو بينهج بيبلع الهواء بلع مع انه رينال ما هوش ريسبيراتوري ولا حاجه. عيان هارت فيلير وعنده اسيدوزس عمال ينهج عشان يحاول ياخد هواء. عيان ريسبيراتوري فيلير واسيدوز عمال ينهج عشان يجيب هواء. يبقى الاسيدوز من الحاجات العنيفه في انها بتعمل ستيميليشن للريسبيراتوري سنتر. يبقى انا هجبر العيان مش بمزاجك هتنهاجي يعني هتنهاجي هيحصل لك هايبر فنتليشن يعني هايبر فنتليشن تو كوركت الاسيدوزس يعني هو بيعمل هايبر فنتليشن عشان يحاول يتغلب على
الاسيدوزس. تمام كده؟ انا متخيل ان الناس دول بيدوا له جرعه كبيره شويه لاني انا بعالجه ادفرس افكت، هعمل له سنه اسيدوز مش هموته يعني، سنه اسيدوز اقوم اعمل ها ستيميوليشن للريسبيراتوري سنتر، يقوم ينهج يقوم يحسن الهايبوكسيا. الاكسجين مش كتير، هخليك تبلع اكسجين كتير، هخليك تستنشق اكسجين كتير. خلاص؟ طيب دي للناس اللي عايز تعرف علم كويس. الحاجات المريحه للضمير زي ما مكتوب عندنا في الكتاب هنكتب له اللي هو كاتبه ان السي اس اف سكريشن بيقل. طيب يبقى الاستعمال الاولاني في الجلوكوما ده اول استعمال. الاستعمال الثاني في ايه قلنا؟ في الاكيوت ماونتن سكنس. الاستعمال الثالث واحد انا بعمل اسيدوز صح؟ ايه رايكم نعالج الميتابوليك الكالوزس؟ على فكره كنا نشوف الكالوزس مش كتير بالذات الميتابوليك. انتوا عارفين اسمها الكالوزس؟ واحده من نفسنا تروح جايه تنهك تقوم يحصل لها رابد ووش للكربون دايوكسيد يحصل لها الكالوزس عادي. واحده راكبه الطياره معانا مره راحت قاعده تنهك راحوا بسرعه مطلق. في ناس بقى مصحصحه وسافرت كتير في الطياره مش واخد بالي في حاجه اسمها كده. انا كنت لو انا هقول لها حط ايدك على راح جاي واحد على طول مد ايده جوه مطلع لها كيس ورق تنفسي في البتاع ده. ري بريدنج ان باك ده اسمه ريسبيراتوري الكالوزس اللي بيعمل تتني. اوكي فاكرين الكلام الهلاوس ده؟ خلاص بعدين ان شاء الله في يوم من الايام. لكن دي بنشوفها، لكن انا اشوف ميتابوليك الكالوزس ده قليل. طيب عندنا حاله يا دكتور ميتابوليك الكالوزس نعالجها ازاي؟ ان احنا نديلهم اسيتازولامايد عشان يرفع يرفع الهيدروجين ايون في الدم. يبقى ممكن استعمله في علاج الميتابوليك الكالوزس. جه حد وقال لي يا دكتور انت مش مصحصح، الميتابوليك الكالوزس علاجه الرئيسي ان احنا نديله انترافينس فلويدز اوتوماتيكالي الالكالوز بتتصلح. مش مهم الميكانيزم ازاي، بس المهم ان الطبيعي في اي عيان عنده الكالوزس ان انا بديله انترافينس فلويدز. تمام كده؟ ده بيفترض العيان بتاعي عنده هارت فيلير هيستحمل ان انا اعديه فلويدز؟ ده الهارت اصلا ضعيف مش قادر يضخ، يبقى ممكن يدخل مني في بلموتري قديمه. يبقى نقول ان علاج الالكالوز اساسا انترافينس فلويدز. لو كان العيان عنده مصيبه ما ينفعش اديله فلويدز فيها هروح اديله اسيتا زولامايد. واضحه؟ يبقى الاستعمالات الاربعه رقم واحد ولا كده ثلاثه لغايه دلوقتي جلوكوما واكيوت ماونتن سيكنس والميتابوليك الكالوزس لو كانت الانترفينوس فلويدز نوت الاود. في يوم من الايام لما كانوا غلابه وما عندهمش ادويه كتير في نوع من الابيليبسي ان شاء الله هتبقى حصه ممتعه حصه الابيليبسي في السي ان اس. في نوع من انواع الابيليبسي يعني التشنجات مش فيه قد كده يعني اخره بيعمل عينه تبرق بتاع مش عارف ايه يتحرك لفوق لكن ما بيظهرش عليه التشنجات ويقعد يفلفص وبتاع والكلام ده. ده نوع تاني بيحصل له غياب عن الواقع. يعني انا كنت معاكم زي الفل وبعدين هو انا كده وبعدين ايه ده حسيت ان في نص ساعه فاتت وانتوا لسه قاعدين زي ما انتم وانا واقف زي ما انا. ممكن يفقد تون ويقع لكن كتير منهم ما يفقدوش تون ولا حاجه بيدان واقف. خلاص ده اسمه ايام ما كانوا غلابه قوي بيحاولوا يسموا الحاجات كانوا فاكرين الطب هيبقى صغنن فبيسموه اسامي كده بمزاجهم يعني. فقالوا عندنا نوع من الابيليبسي اسمه التشنجات الكبرى والتشنجات الصغرى. بيتي مال ابيليبسي وجرام مال ابيليبسي بالفرنسية وبقى كمان بيتفزلكوا يعني علينا. بعدين جه في اخر الزمن حتى لو انت عبط يا جدعان هو انت لما تسمي لي اسم هفهم يعني ايه جرام مال ولما تقول لي بيتي مال يبقى انا فهمت كده؟ سمي لي اسم موحي. راحوا قايلين هنسميها تونيك كلونيك ابيليبسي. اه كده واضحه بيحصل دونس وبعدين كلونس. والثانيه اسمها ابسنس واحد راح متنح. والله حصلت لي مره وانا صغير في الاعدادي بس مره واحده. ده كده مش ابيليبس، ده كده مش ابيليبس. الابيليبسي معناه ريكيرنت اتاكس. اه والله كنت واقف بنلعب قبل المغرب وبتاع كنا في رمضان وبعدين كده مره واحده لقيت مش عارف انا حسيت ان في فتره من حياتي راحت. هو ده الابسنس. ما حدش شخص ولا حد خد باله. ده انا بعدين لما شرحوا لنا في طب بس رجعت الذكريات. هو ده الابسنس. طيب ماشي الابسنس ده بالرغم من انه ظاهريا قدامي توه يعني مفيش الكتريستي صح الا ان لو عملت له رسم مخ ساعتها هلاقي الكهرباء زايده في بعض الارياز في المخ. يبقى هو بالرغم من كده ان عنده ابنورمال الكتريستي في المخ صح. طيب يعملوا ايه؟ عايزين يدوا ادويه انهبيتوري. كانوا زمان غلابه وما عندهمش ادويه. راح واحد منهم مخترع قصه الاسيدوزس وقالوا ان الاسيدوزس از انهبيتوري تو ذا نيورونز يعني بيعمل انهبيشن في السي ان اس صح. الناس اللي عندها على فكره اسيدوز بريد فيلر بتبقى متوهه برضه يعني لو سبت عيل بريد فيلر دوت من غير ما اعمله غسيله هتبص تلاقيه دراوزي ومتوه ومش مركز وكلام كده يعني. خلاص يبقى اذا برضه قالوا لما نعمل سنه اسيدوز بالاسيتازولامايد هنعمل ديبريشن في السي ان اس يعني همنع الابيليبس. خلاص نوت يوز ناو لكنه لا زال مكتوب للاسف في
بلد الحضارة والعراقة والتاريخ والماضي، ولازم تذكروا الماضي والحاضر والمستقبل هنا في مصر. ده كده انت عايز تموتين. بصي 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 انت بتسجلي صح؟ انا ممكن في حاجات في الخباسة احكي كده وبعدين يا نهار ابيض هي اتشالت اكيد وانا بعمل اديتنج حته كده في اليوزز مثلا زي الهايبوكالسيميا دي كانت مكتوبه، عملت نفس اهبل وان هي وقعت وانا بعمل اديتنج، لكن اجي في حته سليمه وده انا كده متعمد. يعني بصي ممكن كل سنه حاجه تقع ماشي، لكن كده مره واحده بصي في حاجات مسموح فيها ان ممكن اتناقش مع الناس واقول لهم يا جماعه كذا كذا، في ناس تانية مجرد ما تيجي تقول لهم او يسالوكي في حاجه وما تقوليش اللي على مزاجهم برضه يتنفذوا وينفذوا مع انه ظاهرين شكلهم ناس كويسين. يعني ما بصي يو ار برضه هنا. طيب اخر كلمه واحده، كلمه واحده، عندي واحد اسمه اوزموتيك دايوريتيك، انا اوريدي اتكلمت عنه كلمه وانا في الجلوكوم. ايه الاوزموتيك دايوريتيك ده؟ ايه هايبر تنشن؟ هو قصده ايه؟ ايه دخله هايبر تنشن؟ طيب وانا انا بقول لك سيلف ليميت دايوريسيس، الدايوريسيس بتاعه 3 4 ايام وهيختفي. الاكيوت ايه ده؟ هو 5%، يعني انت عايزه حاجه كرونيك 5% دول ما تدورش عليهم في الاكيوت خالص. ها يا شباب تونيك كولونيك جرام ميل جرام تونيك كولونيك وابسنس، ابسنس غياب، ابسنس اللي هو البي اللي بستعمل فيه دوت اللي هو البي تي مان مكتوب عندك في الكتاب بي تي مان الصغير الاصغر. ها بصوا بصوا انا خلاص خلصت. فاكرين الانترافينوس مانيتول؟ المانيتول ده بحقيه محلول بيدخل الدم اللي هيهرب للتشوز، ولما يجي ينزل في النفرون مش هيحصله ري ابسوربشن. اول مرحله له انه يزود الاوزمولاريتي فين؟ في البلد. فهيسحب الميه من هيسحب الميه منين؟ من التشوز. طيب يبقى انا ممكن استعمله في التشوز اللي فيها ايدينا زي البريد ايدينا زي البريد ايدينا وزي الاكيوت كونجستيف لوكوب. يبقى الانترافينوس مانيتول هستعمله تو انكريز الاوزمولاريتي في البلد ويسحب الميه من البرين في حالات البرين ايديما. ده كده بيسموه برين دي هايدريتنج ميجر، برين دي هايدريتنج ميجر في حالات البرين ايديما. خلاص. طيب والاستعمال الثاني في الاكيوت كونجستيف جلوكوما او الاكيوت اتاكس اوف نارو انجل جلوكوما. ايه هما الثلاث ادويه اللي كانوا اساسيين في الاكيوت اتاكس؟ باراسيمباثو مايميتك وكربونيك انادريز انهبيتور وانترافينوس مانيتول. دول كانوا الثلاثه اللي بقابل بيهم العيان على الباب لما كان جاي يصوت من اكيوت اتاك اوف نارو انجل جلوكوما. طيب الاستعمال الثالث هو لما بينزل في النفرون بيزود الاوزمولاريتي جوه اليوم، فبيمنع ري ابسوربشن اوف الميه، فبيخلي الفلو بتاع الميه في النفرون سريع. صح، الفلو سريع، يعني الكونتاكت بين الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم وكل السوليدز دي الكونتاكت بينها وبين اليومن قليل، عماله تنزل بسرعه، فمفيش فرصه ان يحصل ايه؟ ابسوربشن. يبقى انا زودت الاوزمولاريتي فزودت الفلو في اليومن الفلويد فمنعت الري ابسوربشن. دي هتفرق معايا في حاجه؟ بيقولوا لو واحد مثلا واخد نفروتوكسيك اي حاجه دواء اي دواء نفروتوكسيك والدواء ده بينزل في الكدني، انا مش عايز يقعد في الكدني كتير ومش عايز يحصل له ريابسوربشن، عايز انزله كتير، فيدوا له الماني تول. وعلى فكره ممكن نعملها بالفلوزي مايك برضه. خلاص. الاوقع بقى استعمال تاني في الرينال برضه. حد فيكم سمع عن كلمه رينال شات داون؟ رينال شات داون انا قفلت الكلمه، قفلتها بايه ان شاء الله؟ لا مش حصوه ولا حاجه. جيت في اليومن بتاع التبيولز بتاعه النفرونز ورحت قافله كل النفرونز، قفلتها بايه ان شاء الله؟ واحد حصل عنده هيموجلوبينوريا، الهيموجلوبين اتكسر في الدم والهيموجلوبين راح نازل اكسكريتد دخل في النفرون راح حصل له كريستاليزيشن واتجمع في التبيولز راح مقفلها كده. انا عندي كل التبيولز متقفله بايه؟ بالهيموجلوبين. ده ممكن يدخل مني في اكيوت رينال فيلير. اللي زيه واحد ربنا يعافينا اتفعص له رجل ولا دراع في حادثه فالميوجلوبين طلع في الدم مايوجلوبينوريا وراح عامل رينال شات داون. الاثنين دول ممكن يعملوا اكيوت رينال فيلير. هاو تو بروتكت؟ يديله فروزيمايد بجرعات كبيره عشان امشي البلاد فلو بسرعه، يا اما اديله انترفينوس مانيتول عشان تعمل ووشنج للهيموجلوبين او للمايوجلوبين قبل ما يعمل بريسيبيتيشن. من الاخر خلاصه الكلام ان انا ممكن استعمل مانيتول تو بريفنت اكيوت رينال فيلير في حالات الهيموجلوبينوريا او المايوجلوبينوريا او وجود نفروتوكسيك دراج. شكرا.
ان شاء الله نشوفكم بكره الساعه 8:30. 8:30.